أنا المنتهى صالح سنبل، طالبة في الصف الثاني الثانوي، عضو في رابطة موهبة من إدارة تعليم الرياض. أنا كطالب في الثانوي أتشرف جدا في إني قاعدة أتدرب في أفضل المراكز العالمية للأبحاث الطبية اللي هو كي مارك. قاعدين نتعرف على أجهزة جدا جديدة وحديثة وما هي متوفرة أبدا في مختبرات كثيرة موجودة في العالم. ساعدني كي مارك على إني أكتشف في البحث أكثر، على إني أتعلم على أجهزة جديدة، على إني أعرف إنه كل مادة ما تجي بطريقة سهلة، يحتاج لها وقت، يحتاج لها صبر. فالبحث الطبي أو البحث بشكل عام نسويه عشان نساعد الناس، مو عشان بس إنه كهو إنه بس بحث. فجداً أتشرف إني أشتغل في هذا البرنامج. في برنامج موهبة الإثراء البحثي قاعدة أشتغل في مختبر الميديكال جينومكس في مجال كريسبر. قاعدة أشتغل على إنه generating a genetically modified version of CRISPR Cas9 to reduce off targets. CRISPR هو تكنيك يساعد في إنه we edit the DNA sequences. هذا شيء جداً حيساعد كثير مرضى حول العالم، أو حتى مو مرضى، فقط الناس بشكل عام. بدأت رحلتي مع موهبة في الصف السادس ابتدائي. تعرفت عليه عن طريق إعلان من طريق معلمتي العربية. فسجلت، دخلت اختبار مقياس موهبة، الحمد لله حصلت على درجة عالية، أعطتني صلاحية لكثير برامج تعليمية أكاديمية في موهبة. إلى ما وصلت لصف ثالث متوسط أخذت اختبار مقياس موهبة كمان، مما أيضا وفر لي منحة دراسية في أفضل مدارس الرياض. وجدا جدا ساعدني في أني أدخل هذه البرامج التعليمية، سواء كانت أكاديمية والبحثية إثرائية. برامج موهبة لها تأثير أكاديمي وعلمي طبعا، لكن في نفس الوقت برامج موهبة مو بس تشتغل من هذه الناحية، تشتغل أيضا من ناحية اجتماعية للطالب، من ناحية تطويرية للطالب في أنه في مهارات، في التحدث، في الحديث، في لغة الجسد، في الإلقاء. فاستفدت من موهبة أني الحمد لله استطعت أني أخرج من الكومفورت زون حقي، وتعرفت على ناس جدد كثير ما تعرف عليهم في المدارس أو في أي مكان آخر. ناس يشاركوني اهتماماتي، يشاركوني نفس المجالات اللي أحبها، يعني ناس أقدر أناقش معاهم الأشياء اللي أنا شغوفة فيها. تعرفت في هذا البرنامج على كثير من الأجهزة نفس ما قلت ما هي موجودة في أي مراكز أبحاث أخرى، مثل الـ PCR machine. وجداً يعني يعتبر الـ PCR من أعظم الأجهزة اللي تستعمل في كثير من الأبحاث العلمية. وطبعاً تعلمت إنه البحث العلمي مهم جداً في إنه يساعد الناس، يجاوب الأسئلة، يطلع اللي غير معروف، الغموض باختصار. فتعرفت كمان على تقنيات جديدة هنا ومايكروسكوبس جديدة كمان موجودة في مراكز أبحاث أخرى. من أكثر التجارب اللي أنا يعني جداً تشرفت إني تعرفت فيها على هذه الناس هي التجربة باختصار المحاضرات اللي كنا نأخذها في بداية البرنامج، غير إنها كانت تعليمية إلا أنها عززت إني أوقف قدام الناس وأعرف عن نفسي وأعرف عن الأشياء اللي أحبها والأشياء اللي أنا شغوف فيها. وعن هذه التجربة تعرفت على ناس كثير شاركوني في هذه الاهتمامات. رسالتي للطلاب اللي أصغر مني الحين إن شاء الله بيدخلوا اختبارات موهبة القياس وكذا، إنه دائماً في potential للإنسان، دائماً الإنسان عنده قدرة، نفس ما ربي خلقنا الحمد لله كلنا عندنا قدرات، لكن العامل الأساسي في إنك أنت تنجز وتسوي إنك تصدق بنفسك، إنه أنت لو بس إيمان بسيط إنه أنا يمديني أنجز هذا الإنجاز، هذا فقط كافي لإنه أنت تروح وتسجل وإن شاء الله موهبة بيكمل معك ويساعدك في كل شيء باقي.